وجه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله رسالة بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني هذا نصها سعادة السيد فودي سيك رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف المحترم تحية طيبة وتقدير انه لمن دواعي سرورنا ان نعرب لكم ولاعضاء اللجنه المحترمين عن بالغ شكرنا وعميق تقديرنا للجهود المباركه التي تبذلونها والدور الكبير الذي تطلعون به في الدفاع عن الحقوق المشروعه للشعب الفلسطيني الشقيق والعمل على تمكينه من ممارسه حقوقه غير القابله للتصرف ونشر الوعي الدولي لتحقيق هذه الاهداف النبيله إن هذا اليوم العالمي الذي نحتفل فيه بالتضامن مع الشعب الفلسطيني هو مناسبه لتذكيرنا جميعا بمسؤوليه الامم المتحده والمجتمع الدولي باسره تجاه هذا الشعب وقضيته العادله وضروره حلها خاصه بعد ان بلغت معاناته حدا غير مسبوق يستوجب الوقوف معه في محنته التي طال امدها وضروره اسراع المجتمع الدولي للاطلاع بمسؤوليته في هذا الشان فما تقوم به سلطات الاحتلال الاسرائيلي من ارتكاب لشتى انواع الانتهاكات غير القانونيه وغير الانسانيه بحق الشعب الفلسطيني من شانه تاجيج الصراع وضياع المزيد من الوقت كما ينذر بعواقب وخيمه ويقف حجر عثره في طريق تحقيق السلام حيث تمضي اسرائيل في تجاوزها وتجاوزاتها غير عابئه بالقوانين الدوليه وتواصل سياستها غير المشروعه في هدم البيوت واعتقال المواطنين الابرياء وتخريب واستنزاف ثرواتهم وبناء المستوطنات على الاراضي المحتله اضافه الى الاعتداء على حرمه المسجد الاقصى المبارك والاماكن المقدسه الاخرى من قبل الجماعات الاسرائيليه المتطرفه والحفريات التي تقوم بها السلطات الاسرائيليه حول المسجد الاقصى التي تهدد بكارثه كبرى في احد اهم المقدسات الاسلاميه التي تتجه اليها افئده المسلمين في مشارق الارض ومغاربها. باعتباره اولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ومسرى رسول الله محمد عليه الصلاه والسلام ومعراجه. اننا نؤكد على موقف المملكه الراسخ الداعم للقضيه الفلسطينيه والساعي الى تحقيق امال الشعب الفلسطيني الابي. بالتوصل الى السلام العادل والشامل والدام بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية وهي القرارات التي تشهد على عدالة القضية الفلسطينية وتفرض على المنظمة الدولية وبوجه خاص اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف. أن تبذل المزيد من الجهد من أجل تنفيذها. مؤكدين لسعادتكم بأن مملكة البحرين ستواصل جهودها وبشتى الطرق وبالتعاون مع الأشقاء والأصدقاء للوصول إلى هذه الأهداف وتحقيق هذه الغايات التي تلبي تطلعات الجميع في التعايش السلمي والسلام. ولا يفوتنا هنا أن نعرب عن تأييدنا الكامل لكافة الجهود الملموسة التي تقوم بها السلطة الوطنية الفلسطينية بقيادة أخينا فخامة الرئيس محمود عباس. رئيس دولة فلسطين الشقيقة والعمل الدؤوب نحو تعزيز وجود الدولة الفلسطينية وكيانها في المحافل الدولية فأصبحت فلسطين عضوا في المحكمة الجنائية الدولية وتم رفع علمها على مقرات الأمم المتحدة بصفتها عضوا مراقب وهي نجاحات تاريخية تؤكد أن تحقيق العدالة والوصول إلى الاستقلال امر ممكن في نهايه المطاف لكنه يظل بحاجه الى تضافر جهود المجتمع الدولي من اجل انصاف الشعب الفلسطيني وحمايته والوقوف بقوه لالزام السلطات الاسرائيليه بوضع حد زمني لانتهاء الاحتلال للاراضي الفلسطينيه تنفيذا لقرارات الامم المتحده ومبادره الرباعيه الدوليه الخاصه بالتسويه السلميه للقضيه الفلسطينيه والتوقف الفوري عن الممارسات اللا انسانيه التي تتعارض مع ميثاق الامم المتحده ومبادئ القانون الدولي واتفاقيه جنيف الرابعه لعام 1949 وهي الممارسات التي تمثل افتراء صارخا على حقوق الفلسطينيين كما تثير الأضغان والأحقاد وتعبئ النفوس نحو مزيد من الأفعال المتصاعدة والمتبادلة وفي الختام فإننا نتمنى التوفيق والسداد لكم وللجنة الموقرة مؤكدين لكم دعمنا التام لكل ما نقوم به من جهود مقدرة مقدرة وواعية في نصرة القضية الفلسطينية